صباح الخير من دبي هون بالامارات. رحلتنا اليوم على البزنس كلاس على طيارتي المفضله A380 مع الطيران الاماراتيه. هذه سنتي لليوم. الحلو وين جماعه؟ الاماراتيه بتبعت شوفير ياخذكم من البيت اذا كنتوا على البزنس كلاس او على الفيرست كلاس. اول شيء بيوصلكم مسج قبل بكام يوم لتحدد اي وقت رح يجي الشوفير، بعدين اول ما يوصل يوم السفر كمان بيرجع بيعطي لكم رساله. انا وصلتني رساله وهلا نازل لتحت. Oh, hello sir, how are you? Good, I'm filming a video. Thank you sir. Thank you so much. مثل ما شايفين هذه هي السيارة. بياخذوا منكم الشنطة للسيارة من الإمارات. What's your name sir? Anthony. Anthony, from where? From India sir. From India, okay, let's go Anthony. Experience مع الإماراتية دائما دائما غير. مو طبيعي مع الإمارات. الحلو وين جماعة؟ إذا طالعين من دبي على طيران الإمارات في ترمينال خاص فقط للبزنس وللفيرست كلاس. هذا شيء كثير حلو. ترمينال منفصل تماما عن الإيكونومي والبريميوم إيكونومي. واو شو هالسيستم؟ الشيء اللي عم لاحظه اللونج كتير 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 كبير. هيلت كتير ثلاث مرات. مشي 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 مشي. بس وين الحلو؟ عندهم أكل يناسب كل الثقافات. شفت أكل آسيوي، شفت أكل ميدل إيستر العربي، شفت أكل وسترن. طبعا الجلسات في كل مكان، شاورز، حمامات، شو ما بدكم، غرف راحة، بزنس سنتر، شو ما كان موجود بهي الصالة. بس يا أخي كتير في مشي كتير. أول ما بدأ البوردينج بعتوا لي رسالة إنه البوردينج بدأ، فتوجه للجيت تبعك وهذا اللي هنسويه هلا. خلونا رح نشوف مع بعض شو هذا المقعد اللي على A380. وهذا هو ممر السعادة لأحلى طيارة بالنسبة لي، أقوى طيارة ركاب العالم. في 3 بريدجز على الأقل، طبعا أربع محركات روز رويس. طبعا في درج لجهة البزنس والفيرست. هذه الفيرست كلاس اللي أوريدي مصورينه، اللي ما شاف تخطيطي للفيرست كلاس يروح يشوفه. بلل وريحته ليمون. اوكي رأي الأولية، المقعد بجنن بجنن بجنن، كتير مريح، مساحات كتير كبيرة. رح ندخل كل هالتفاصيل بعد شوي ونرجع إن شاء الله عمان الأردن. وقت الرحلة 4 ساعات، ولكن هلا كالعادة سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. اوكي جماعة ويلكم على طائرة A380-800، طائرتي المفضلة، أكبر طائرة ركاب بالعالم مع الإمارات. نحن هلا بمقعد البزنس كلاس اللي ما صورنا ولا مرة على قناة وسيطير، صورنا البزنس كلاس 777. رح أحط هلا كاردو إذا حابين تروحوا تشوفوه. في اختلافات لأن هذيك الطيارة طابق واحد، هذه الطيارة طابق 8. مثل ما شفتوا أول ما دخلنا على الطيارة طلعنا على الدرج لأنه الليفل الثاني كله بزنس كلاس وفيرست كلاس، وبعدين بالأخير في لاونج رح أورجيكم إياها بعد شوي. وقت تصوير هي الحلقة رمضان، مع هيك رح أجيب لكم المقاطع للأكل تشوفوا شو ممكن يتقدم لكم لو شي يوم طلعتوا على هاي الرحلة. الشيء كتير حلو اللي عجبني، اول ما دخلت اجى عند مضيفين وسالوني بالاسم اسامه، بيعرفوا على الليست عندنا، قالوا لي اسامه هل انت صايم؟ قلت لهم ايه. فقالوا لي اوكي رح نشيل اسمك عن ليست الاكل عشان ما نجي ونضايقك على مدار الرحله بالاكل والمشروبات، ولكن اذا ما كنتوا صايمين او ما كان رمضان في هذه المنيو صفحات كثير 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 كلها اكل طيب متنوع. اول شيء بتشوفوه لما تطلعوا على الطابق الثاني هون بالاي 380 هو اللون الذهبي. اللون الذهبي يعني بزنس كلاس يعني فيرست كلاس على الإمارات. ثاني شيء بتشوفوه هو الشاشة الكبيرة جدا جدا جدا، تقريبا انا بقعد برمي ارقام على الطيارات، بدي اقول شيء 15 انش، 14 15 انش. وطبعا تذكروا انه طيران الاماراتية عنده مجموعة كتير حلوة من الافلام والبرامج فيكم تحضروها، اللي هي الانفورميشن كوميونيكيشن انترتينمنت الايس سيستم، جدا جدا مشهورين فيه وبرايي من اوائل سيستمز على الطيارة. تعال شو بدنا نحكي عليه، المقعد عرضه حلو مثل ما عم تشوفوا، في مساحة للتحرك، يعطونا مخدة حلوة مثل ما عم تشوفوا، مقاسها جدا جدا حلو، شيء رهيب جماعة. الطيارة كتير كتير حلوة. طبعا في ثلاث وضعيات اساسية، هي لاي فلات نوم او وضعية الاستلقاء، خلينا نقول بنكون على زاوية هيك، او الوضعية اللي انتم شايفيني فيها. طبعا الكرسي بيقدم وبيرجع لورا كمان حسب اذا وقت الاكل تقدم شوي لقدام. تعال نحكي هلا على اليمين اللي عم تشوفوه انتم هلا. اول شيء بتشوفوه هو اللون الازرق بهي المنطقة اللي هي اشبه بالميني بار، بيتحط فيها المي والعصيرات، اتوقع انها مبردة يعني ما بحس فيها شوية برودة، ولكن ما هي يعني برودة البراد القوي كثير، ولكن بتخليكم العصيرات على درجة كول. عندنا سيستم مثل ما عم تشوفوا بيطلع وبينزل على اساس يمسك
العصيرات حسب وين موجودين عشان ما يوقعوا. كمان عندنا على اليمين شغلتين كتير بارزين. اول شغلة هي ريموت خفيف لطيف 7 كبسات ما في فلسفة، شيء جدا 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 حلو. هذا ريموت طبعا نتحكم فيه بالشاشة اللي قلت لكم تقريبا 15 انش. الشيء الثاني البارز على اليمين اللي هو التابلت، فيكم تطلعوه، وصار عندنا سيستمين لتتحكموا بالشاشة اذا حابين تكونوا مستلقين ورافعينه لفوق. كم شغلة على اليمين حكينا على السريع، 3 ماخذ، اولا ماخذ يونيفرسال، ثانيا ماخذ اي يو اكس سماعات، ثالثا ماخذ يو اس بي للشحن. وكمان على اليمين بنشوف ضوء مثل ما عم تشوفوا، ضوء خفيف لطيف. او تحت التابلت فورا في 3 كبسات اللي هم بيتحكموا يا اما الشباك يمين لحال، يا اما الشباك شمال لحال، يا اما الشباكين مع بعض. هدول 3 كبسات. اوكي اتوقع بهيك خلصنا من الجهه اليمين. جهه محل ما عم تشوفوا ايدي هلا، جهه ستورج كتير حلوه كتير نظيفه، لون ذهبي بيعطي جو فخم كتير 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 كتير. والحلو كمان انه مساحته جدا 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 حلوه. وطبعا فوق فورا الشباكين مثل ما شفتوا، فيك تعمل طريقه نرفع ونزل الشباك، يا الكبسات اللي عند التابلت يا اما من على الاسهم اللي موجودين على الشباك تماما. شيء ثاني لازم نحكي عليه اللي هو طاولة الطعام، ما حنستخدمها اليوم ولكن راح اورجيكم اياها. طاولة جدا كبيرة كمان بالالوان الذهبية الفخمة، كتير 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 حلوة، تفتح بضغطة خفيفة بهالشكل وبتسكر كمان بنفس الطريقة. هذا تقريبا كل المقعد. هلا بدي اورجيكم وضعيات مقعد الثلاثة. اوكي اولا مثل ما عم تشوفوا هذه هي وضعية الجلوس. راح نعمل وضعية استلقاء، كرسي بيقدم لقدام مثل ما عم تشوفوا، ظهر ببلش يرجع لورا شوي، الكرسي بيقدم لقدام على اساس الرجلين تطلع، شايفين هيك بصير. وهذه هي وضعية الاستلقاء، الظهر تقريبا هيك والمقعد هيك، ف يعني استلقاء خلينا نقول. الوضعية الأولى شفتوها الوضعية العادية، الوضعية الثانية هي وضعية الاستلقاء، والوضعية الثالثة هي وضعية النوم، لاي فلات تماما. يمكن تشوفوني عم بختفي من هالشاشة هلا لأني أنا داخل وضعية الاستمتاع أو النوم. تيتكم مثل ما عم تشوفوا الكرسي بينزل فول فلات تمام. هذا بيصير المنظر اللي عم تشوفوه هيك لاي فلات تماما. هذه سقف الطيارة، أوف هذا التابلت، وهذا باقي المقعد. هذه وضعية الأولى وضعية الجلوس، هذه وضعية الاستلقاء، هذه هي وضعية النوم. ومثل ما حكيت لكم كان رمضان وما قدرت أكل، بس وعدتكم غطي لكم فقرة الأكل. الإماراتي مشهورين بالأكل الفخم اللي عندهم، واحدة من الأصناف هذه كبداية بتبدأوا مع سلطة الرمان، أكيد مقدمة مع خبز بأنواعه مع الزبدة، وكمان بيقدموا الكينوا روستد مشروم. الطبق الثاني باستا بالايطاليان ريد صوص محشيه بالفطر وعليها ريحان، صراحه فيني شم الريحه من الصوره. وللديزرت ممكن ناكل شوكليت موس كيك مشهورين فيها الاماراتيه او التشيز كيك الفستق. للتوضيح هدول المقاطع اخذهم من يوتيوبر، راح احط لكم رابط الفيديو تبعه بالدسكربشن لو حابين تشوفوا فقره الاكل اكثر. اوكي تعالوا مع بعض حمام تور. مثل ما تشوفوا اللون الذهبي الفخم، شوفوا مساحات حلوه، مرايا هون مرايا هون مرايا زياده هون تفاصيل. طبعا احلى طبعا دائما دليل على الفخامه هو العطور، دائما كمان علامه الفخامه يكون يستخدموا المناشف وضع المحارم، فراشي اسنان شمال. يا جماعه الحمام بالوان مثل ما عم تشوفوا، الوان ذهبيه الوان فخمه، شيء كثير 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 حلو جد. تقريبا الحمام هذا 8.5 من 10. بدنا نجي للمقعد من ورا من هنيك، نجي للمنطقه هي، وهذه هي البزنس كلاس فيرست كلاس لاونج مثل ما عم تشوفوا. طبعا لو ما كنت صايم كنت التهمت هذا الاكل كله. منطقه للسوشيالايزنج لركاب الفيرست كلاس والبزنس بمؤخره الطياره، سيت بيلت اذا صار ايمرجنسي لا سمح الله. شيء مجنون ورهيب جدا جدا جدا. اماراتيه ايش في؟ شو هالحلاوه هي، كله بالالوان الخشب الذهبي الجميل البني هيك. في طاوله سناكات هنيك، لو ما كنت صايم انا كنت التهمتها التهام. وبهيك بنرجع مقعدنا. كمان شيء لازم تعرفوه انه بيجوا المقاعد كريس كروس، شايفين؟ اكس هيك بعدين بترجع هيك بعدين بترجع هيك. الطياره اليوم جدا جدا فاضيه، فالمضيفين المضيفات فاتحين معي سوالف، وشو قناتك وشو بتنزل وين وشو بتعمل، مو وين رايح، انه كلنا رايحين نفس الوجهه يعني، شيء كثير حلو. وهيك ما خلصت المقعد رح نبدي ساعه زمان، بس تحطوا لايك سبسكرايب، احضروا باقي الفيديوهات على اسي يطير، بشوفكم على الرحله الجايه، الى اللقاء.